اي ليلى، كيفك؟ تمام؟ لك ايه فقت بكير، يعطيك العافية. ايه بس بدري كيف سرقني الوقت وراح علي الباص. لا لا ما بتأخر، يمكن بدي شي 10 دقايق. ايه طب ماشي اوكي، يلا باي باي. إذا سمحتي مشان الله ما تأخذيني، بس العطر اللي حطيتيه شو نوعه؟ عفواً؟ النوع نادر ما حد قدر تلاقي منه. خايفة ما؟ من شو بدي خاف؟ انفجار يهز العاصمة دمشق، والحصيلة الأولية تتحدث عن عشرات الضحايا حتى اللحظة. ديما لا تخافي، تفجير صار بعيد. عفوا بس أنت كيف تعرف اسمي؟ وصحيح أنا ما قلت لك لوين رايحين. أنا بعرف لوين رايحين، حسابك مدفوع السلف.